السلام عليكم البنات، وحشتكم صراحة بزاف والله العظيم. غير هكا كان عندي شي ظروف، ولكن الحمد لله جيت نشارك معكم. المهم غادي نوجد معكم تحضيرات ديال الخطوبة ديالي. كنتمنى يا ربي يسهل على اي بنت والله يفرح اي بنت يا ربي امين، باش ما كتمنى في حياتها يا ربي واللي بغات ان شاء الله في حياتها. المهم غادي نعطيكم بعض الاقتراحات اللي ممكن تكون عندكم مناسبه، ولا خطبه ديال بناتكم، ولا ليكم، ولا اللي بغيتو. يعني حتى انت تكوني كتصايبي داكشي الراس، يعني كتكون عندك واحد الفرحه والله يفرحكم البنات كاملين. ان شاء الله غنخليكم على لاله مرجانه اللي دائما تعطينا اسرار ديال الحلوه دلوس، وكذلك نخدموها بجوج. وهنايا دابا الجزء الاول نخدمو ثلاثه ديال التشكيلات، ومن بعد نزيدو. السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. مرحبا بكم ايضا على القناه. سمحوا لي بزاف البنات حيت طولت الغيبه صراحه عليكم، ولكن ان شاء الله من هنا لقدام غيكونوا غير الفيديوهات ان شاء الله. واليوم معايا الضيفه ديالي دائما لاله مرجانه اللي معروف عليها الحلويات، وغادي نخدموا لكم حلوه ديال اللوز. بشحال نخدموا شي بزاف د النوع ان شاء الله باذن الله. وما تنساوش البنات الله يعطيكم السر، دخلوا القناه ديالها وشاركوا معاها، راه تستحق والله العظيم. داكشي اللي كدير طوب واعره، قناه ديالها حلويات مرجانه اللي معروفه دائما. وغتلقاو اي حاجه بخصوص الحلوه ولا لي كوموند ولا شي حاجه مرحبا. حتى المرته غادي نخليها لكم في صندوق الوسط اللي بغات شي حاجه. بداو على بركه الله بالعجين. دابا غنديروا لكم بلي دي طاي داك النوبه طلبوا منا العجين وغنديروا لهم اليوم ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين البنات، وتنسلم عليكم بوحده بوحده. ان شاء الله عندنا كيلو ديال الطحين، عندنا ربعه ديال الزبده مارغرين. اللي مبغاش دير مارغرين دير زبده د البواطه او زبده د العبار اللي بغيتو كيف كيف. غادي ندير واحد شويه ديال الملحه، شي معلقه صغيره ديال الملحه على هذا الشكل. غادي ندير واحد جوج معالق ديال السكر كلاصي. السكر كلاصي ممكن تعوضوها بالعسل؟ لا يديروا العسل، جوج معلقات العسل، حيت انا بعد فطرت ما كانش سكر كلاصي كندير العسل. العسل العادي حتى سنيده يديروها، غير سنيده تكون رقيقه حيت سنيده تبقى محببه. داكشي علاش سنيده ممكن تحنوها يعني. صافي نشدو البنات هاد الملحه والسكر كلاصي والزبده، وغادي نرملوا البنات على هاد الشكل بحال هكا. هانتوما هكا ومن بعد البنات هنا زدنا جوج معالق ديال الزيت. زدتي جوج معالق الزيت ياكي؟ هنا زدنا جوج معالق ديال الزيت البنات، وغادي نزيدو كاس ديال الزهر. هاكا كاس ديال الزهر صافي. غنجمعو العجين بالماء بالماء، يبقى غنجمعوه بالماء. الماء نزيدو غير بشويه بشويه، نطلعوا العجينه ما قاصحاش بزاف وما جارياش، مايله للقصوحيه. الماء كبوا غير بشويه بشويه البنات. صافي البنات، من بعد ما عركناها على هذا الشكل هانتوما، ماشي قاصحه وماشي رطبه. شوف نخليوها ترتاح وعاد نخدموا بها. واللي بغات دير الحلوه منقوشه ضروري ما تبيتها البنات، ضروري. المهم باش تجيكم عجينه زوينه ومرتاحه وتعطيكم الطول. صافي اختي غتسمع سمعتي. صافي البنات، هنا كيلو ديال اللوز مع نص كيلو ديال السنيده، طحناه ولا على هذا الشكل هكا. حنا راه تنطحنوه في الزنقه البنات، داكشي علاش ما وريناكمش. عادي كتفسخوه وتخليوه ينشف ليله كامله، وتجمعوه وديروا معكم نص كيلو ديال السنيده اوكي. طحنها لكم الاحسن يعني باش ما تضبجوش عليكم التماره. وملي كنت ينشف ما ينشفش بزاف، نشفوه واحد ساعتين ونجمعوه في واحد السربيته ويديروه في الثلاجه، حيت باش يبقى معلق بحال هكا. واخا باقي ما علقناش راه غيبقى معلق. ما يطلقش الزيت. اول حاجه البنات نبداو بالزهر هو الاولاني، ما ديروش الزبده هي الاولى. هكذا الزهر حنا بالعاني درنا القرعه باش نشوفوا القياس. هكذا البنات غادي نرطبوه مزيان صير طاب، عاد غادي نزيدوه الزبده. الا درتو الزبده هي الاولى راه تيبقى يطلق الزيت، داكشي علاش كيبقى يطلق الزيت بزاف. دزكوه بعدا حتى نرطبوه مزيان وعاد.
صافي دابا من بعد ما عركتيها هكا مزيان غتزيدي الزبده. نزيدو الزبده البنات. بالنسبه للزبده يعني زبده سبيسيال النوع الممتاز. هذه النوع الممتاز درنا. نزيدو شويه بشويه. قولي لهم القياس عافاك ديال الزبده. 100 غرام ديال الزبده ياك. 100 غرام ديال الزبده تقريبا 4 معالق كبار. المهم ديروا 100 غرام ذوبوها وعاد ت. وبالنسبه للماء الزهر قولي لهم عافاك شحال خليتي في القرعه. انا غادي نعمر باقي غنزيدو ماء الزهر. اوكي نديرو الزبده وغنزيدو ماء الزهر صافي. ماء الزهر تنرطبو به في الاول باش ما يبقاوش داك واخا داك العقد ديال الزهر. حطي شويه عافاك. ها نتوما شي ها نتوما درنا لكم بالقرعه المزيانه ديال الماركه المزيان نص قرعه ولكن على حسب اللوز. عاوتاني شو البنات هانتوما كيطلق لا زيت لا والو كيكون رطيب. ها نتوما رطب ومعلق. ها صافي الزبده شط منها شويه وبالحليب ديالو. ها نتوما غير ما صفينا الحليب. دابا هاد الحليب دابا كديرش يعني تقريبا شاطو شي جوج معالق هكا ديال الزبده. ولكن على حسب اللوز راه كاين اللوز اللي تياخذ اكثر الزبده وتياخذ الزهر. المهم تحسوا به معلك بحال هكا ورطيب صافي صافي. تبيتوه الليله كامله من الاحسن والصباح الا كان خاص الزبده تزيدوها ولا كان خاص الزهر تزيدوه. ولا بقى لكم رطب معلك صافي ما تزيدوا والو. كاين اللي تزيد معلقه ديال الكوفيتير. حنا ما درنا والو حنا درنا غير هاد الجوج. وديروا المسكه الحره البنات راه ما بغيتوها ولا الا بغيتوها هي القرفه باش كتجي بلديه صافي. دابا هي العقده ديالنا تخدمات وغادي نبداو معكم الشكيلات اللي غادي نقدموا لكم. ها نتوما البنات بالنسبه اللي كتسولوا عن الماكينه ديال الرزيزه ولا الماكينه ديال اللي كنديروا بها التوراق راه هي هذه ديال لاله مرجناء وهذه البروميير يعني عندي سميتها امبيريا يعني واخا كنديروا حنايا اشهار لا مارك ولكن صراحه ديال ايطاليا ياك. وحاجه مزيانه شوفوا كي دايره هي اللي عندها هذا السيروس هذا كيكون وهذا البنات تتوركوا هكا وتتبقاو تدوروا على هذا الشكل الارقام ماشي بحال اللي عندي فيها من 1 حتى 6. 6 هو الرقم الرقيق بزاف والرقم 1 هو الغليظ. المهم هادو كمعلومات للبنات اللي كيقول لك شحال من رقم حيت كل وحده وماكينتها ولكن دابا الرقيقه قلتي هي 6 هي 6 ولكن انا كنخدم الورقه ديال الكعبه في رقم 4 بحال هكا في رقم 4 البنات ها هي 4 ونص حيت 4 هي تكون فيها اختي هادو كاع ما بقاو قليلين كاينين ولكن قلالين غادي الا طحتي عليهم شي داك اللي كيبيع داك الشيء من ديال على برا كيجي بحال هذا. المهم البنات هما هي هذه اللي كتسولونا عليها كيسولوني بزاف على الماكينه اللي كدايره صراحه. المهم اللي كتخدم بها بزاف. المهم هي هذه اللي كيسولوا على البنات. اما انا ديالي عيانه عليها يعني ما زويناش واخا كنخدم بها يعني دابا كنضباني بها على ما نلقى شي وحده اللي صحيحه بحال هكا حيت علاش ديالي انا خديتها رخيصه هاد لاباراي هادي كتبقى تهبط يعني كنحاول انا حتى كنبقى نشدها هكا بيديا وكتبدا تفلت يعني هادي كتخدم بها صراحه تبارك الله تبارك الله مرجانة صافي وكتخدم بها ديما يعني هي قالت لها فين هي داك العيبه ديال الرزيزه ديالها اللي كتخرج الرزيزه وداك الشيء ديال السباكيتي قالت لها تهرست ليا كي شحال هادي وبقات لها هادي. وبالنسبه لهنا غادي نشكلوا الكوارات على 16 غرام. هانتوما كما لاحظتوا يعني القياس واحد اللي غادي نخدموا به هو 16 غرام. ممكن ديروا حتى 18 ما كاينش مشكل. 16 غرام كتجي الحلوه متوله وحلوه وهي هادي. نبداو بالشكل الاول والمعتاد عندنا الكعب غزال. دابا كانت الشكل ما كاين والو صراحه كتحمقني الكعبه ديالك نتوما البنات على هذا الشكل وليت كنخدم بطريقتك انايا الكليان. نزومي الجراره عاود لي واحد اخرى كما ما كانش كيصور ياك غدار شكون هو دابا البنات ناخذ واحد الكره على هذا الشكل غادي نديروا لها هكذا شويه على شكل طولي نحطوها بواحد 5 سنتيم غادي نديروا لها بحال هكذا وغادي نتنيوها بحال هكذا وغنلبسوها بهذا العجين على هذا الشكل وغادي نبداو نطلعوا الفوق وترقين ونهبطوها هكا في الجناب غير بشويه ونوركوها هكا بيدينا ونخليو كاع داك الهواء نهائيا كاين لداخل في الكعبه هكذا البنات. ولا شويه تلصق ليكم هزوا هكا العجينه ودوزوا غير هكا غير بيديكم بحال هكا وعاود حطوا
صافي وانا نقطعو على هذا الشكل هاك. غتقطع لكم هكا معليش. صافي غنبداو نقشو البنات على هذا الشكل. غادي نشدو ونطلقو نشدو ونطلقو. واخا هبطي انايا غنجيو لهنا غنجيو الاتجاه المعاكس بحال هكا. الا بقات خاصاني شي حاجه ناقصه تنقلبوها على هذا الشكل وتنديروا لها هكا. هذا هو الشكل هانتو تجي فنة. كتهزي بزاف الكاميرا لهنا خرج ليا تتبان. كناخدو طرف العجين وغادي نصيبو به الوريضات البنات. نيو هكا على جوج نيو هكا على ربعة و تنحلو على هاد الشكل هاك تنديرو له بحال هاك. هادو من الأحسن ديروهم قبل باش هاكا يلاه ينشفو. حنا غنصابوهم باش ينشفو لينا واحد الشوية. حنا نوريكم كيفاش نركبوهم في الحلوة. حاولوا تجيبوا وحده على وحده بحال هكا شيهم. راح نطويناهم على جوج وعلى اربعة صافي وتنحلوهم على هذا الشكل البنات. بحال هكا جات زوينه. اجي نصايبو وحده وحده نشوفو شكون اللي طلع زوينه. الناس في الكومونتير يكتبوا لنا في دي زوينه ديال المرجان ولا ديال الشف سهيله ياك. يلا تسنى كتبوا لينا يلا البنات يلا كتبوا لنا لي كومونتير. اه وماشي مشكل واخا يكون لا عفاكم اجي وجيتي انا اللي دابا انتما البنات ثلاثه وقربي يا صاحبتي ما تغشينيش. لا ما نغشكش يلا يا ودي. انتي انتي بلاتي انا اللي كنقول صايبه انا اللي كتعوج بلاتي. يلا تسني ملك ملات وما تحشمينيش بلاتي. يلا بلاتي تسني قربي قربي هكا هبطي. يلا شوفوا ديال الزوينه. يلا خليونا خليونا عندنا التعليقات. انا زينتها شوفوا ضحكوا شي شويه البنات. هادي نديرو الشكل الثاني. الشكل الثاني البنات غنديرو بحال هكذا. قربي شويه نعفك كتضغط عليه وكتبقاي تقاديه. ضغطوا عليه شويه على هكا. نعاود نصاوب وحده اخرى باش يشوفوا. صافي نورك على هذا الشكل هكا. ما تقرصوش بزاف وما تخليوهاش وما تخليوهاش غليظه. دابا طالعه شويه صافي. دابا غادي دابا جبنا هاد ال قولي لي معفاك الطريقه ديال التلوين ديال هاد العجينه. هاد العجينه تنديرو من تكونو تنعجنوها البنات تنديرو فيها الملون الخضر وتنخليوها تكون قاصحه شاده راسها بزاف ماشي بحال هادي. هادي شويه ترطبوها هادي لا ديرها خاصها تكون قاصحه. حيدو واحد شويه ديال ديرو شي ربعه ديال الطحين بوحديها وصابو هاد اللون هذا بوحدو راه تبقى في الفريغو الا بغيتو تخدمو بها. نشدو هكا البيض 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 باش نلصقو البيض البيض ولا الماء
نجيب الكلمة يلا هي السويت نديرو الوريضات على هذا الشكل ها نتوما كنوجدوهم الطابع هذا راه موجود في المارشي شريوه فيه ثلاثه ديال الكبيره والصغيره والمويين تحاولوا تعطيوها واحد الشكل هكا هندسي مع واحد شويه ديال الماء ديروه من هنايا هكا شويه ديال الماء الحمد لله شتي هاد الماء ولا بيض الابيض اللي بغيتو كل بيض البيض حسن غنقول لكم تكون النتيجه هي هذيك كيف تسقى حنا البنات عاد نمشيو نشراو بيضه بعدناش البيض بغيت نوريكم والله انا خصني نكمل بالبيض البيض باش تكون النتيجه هي هذيك نجيو فوق هاد الوريضات هادو انتما فوق هاد الوريقات هنا وغادي نحطو هذا شوفوا هذا نحطو هكا وغادي ندفعو هكا نجيو الوسط هادي ونبداو ندفعو على هاد الشكل انا قرب باش يبان لي ورقة النعناع ورقة الحنة هاكا البنات غير بهذا اللي بغا ينقشو ينقشو اللي مبغاش يخليها هكا كيكي ها مبغيناش نقشوها حنايا كنبغى حيت الاخرين كيكونوا منقوشين باش تجي شي حاجة سامبل دوري عافاك لا هاكا كيجي زوين في الشكيل ديالو دائما البنات من تحت هكا نتوما بعد عويد دفعوها هكا صافي تعاودي في داخل نوضو في داخل هاي هادي موجودة صافي ديرو هكا شوية الماء من هنا تحطو هكا في الوسط حاولوا تعطيو واحد الشكل بحال هكا نتوما عوجوا على الشكل اللي جاكم في يديكم باش جيتك الورقه ملويه هي راه كل وحده تتجي كل وحده في شكل اه ما كيتشوفش بحال 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 ورقه طايحه ورقه مهزوزه صافي البنات نشدو هنا نديرو شويه الماء هكا ولا بيض البيض ونحطوها فوق الورقه هنا باش ما طيح لكمش الورقه حتى هذه راه تثبت الورقه ديرو هاك ولا بالبانسو ما بغيش هذا زوين وهادو من الاحسن ديروهم البنات اللي قبل هاد الوريدات هادو تيكرمو اي شتو هما البنات اللي درنا قبيله كجاو كيحمقوا وما تنساوش رقم واحد ولا شكون انت تاخذتي مرجانه رقم واحد ياك حنا جوج وانا جوج لا جيوم جيتي يا البنات الله يسامح يتنضحك كيف كيف تسويلات تبارك الله ما شاء الله راه خا غبرت عليهم ولكن انا كنوجدوا في التحضيرات مبروك عليك سهيله الله يبارك يكمل بالخير امين الله يعقب البنات كاملين ان شاء الله ان شاء الله الله يسهل عليهم كاملين ويسهل عليك سنتيا يا ربي امين ها انتم البنات شو كتجي كتحمق كتجي كيوت ها هما شوفوهم شتيهم كي دايرين صافي وهنا البنات غادي نبقاو نكملوا الطريقه ديال هاد الوريقات هادو التزيين ديالو غادي نتعاونوا عليهم صافي غادي نساليهم دغيا دغيا البنات عرفتي كيجيو كيحمقوا في المنظر ديالهم رائع جدا
بالنسبه لهذا هو الشكل الثالث. نديرو له بحال هكا البنات شي شويه حيت غنخدموه بالطابع. شي هذا نخدموه بهذا تعرى يتعرى لكم هادي قربين عافاك هاك بالنسبه للغرام راه 16 غرام في كل كره 16 18 حسب او تزوي ومني كيطيب اللوز راكم عارفين كي تنفخ كيبقاو هاد الرشمات باينين شنو كيكبر البلاطو كيكبر تحيد كل صورة وحنا رجعنا لكم من بعد ما يعني بات اللوز من بعد اللوز دار ليله كامله وطيبناه. هانتوما شوفوا الطياب يعني ما كيبغيش يتحمر بزاف كما لاحظتوا هانتوما. ودابا ليله مرجانا غادي ندير لهم غير شويه ديال الناباج هكا من الفوق وغادي ندير لهم العقيق بهذا الشكل هذا اي لون بغيتو ولكن هذا كيجي متول بون بيض اولا بون هاتين شنو سي دندن غادي ندير لك هانتوما وغادي ندير انا العقيق ما كنكثروش بزاف ما كتجيني باش ما تجيش الحلوه باسله تجي هكا زوينه في المنظر ديالها حتى في الشكل تجي راقيه. دابا غنبقى مكملين هكا بنفس الطريقه كلشي الحلوات غادي ندهنوه نباجو الكليكوزا البنات ديروا معلقه معلقه وذوبوه فوق البوطه ودهنوا هذه صراحه زوينه تستفف في البلاطو هذه ما كتستفش شي على شي يجيو خمسة وصف ياكي فهمتهم كتجي ولا اروع كتجي فنة حلي فمك تكوني متزقمنا بالريحة والله الا انا شي كيعجبني الديكور كيفاش ناكل صافي طلعت الحلوة في راسي. هانتوما البنات غادي نديرو هاد الزواقة هادي العجينة ديال الشوكولا المهم هذاك تزيين بسيط وغادي نديروها بهذا العقيق هذا. هذا العقيق هذا ماشي قاص هذا راه كيتكال بحال فيه الشوكولاط من الداخل ياك اه هو هذا ياك شي واحد غلط اريد ليك حلوه هانتوما دهنوا البنات هكذا بالنفاج والكلاكوز نعطي واحد اللمعان هي من الفوق اه صافي ملي تنطبعو على هاد الشكل كديرها الوسط نديروها الوسط هكا هادوك التقيبات البنات علاش ثقبنا داك الحلوة باش نديروها غير باش متنفخش لنا في الفران. شوفو كل وحدة تزين كيما بغات حنا عجباتنا هكا درنا هكذا غير الأفكار ديالنا تعطيها لكم نتوما يمكن لكم تبدعو كثر مننا حبي هادي فهمتهم ندير غوز نور وسط اريد يحيي ان ديال البيت
الا كانوا هكا شي جوج يتعاونوا راه مزيان. حتى هي كتسربي الخدمه خصوصا فهاد الزواق. هانتوما كتجي زوينه غير باش نضربو داك البسطاني وصافي. اما هي كتجي حلوه هكا كتا بوحديتها هكا كتجي زوينه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم وبصحه وراحه، والى تتم ان شاء الله في الفيديو جديد ان شاء الله باذن الله.